مش حاسس بجهد الممثل ده. انا النص الحلو بستخسر ان انا اقطعه. في ممثلين برضو ايه لما يخلص المشهد ويروح رميه اطلاقا. انا افضل محتفظ بيه. ويعني عبد اللطيف عارف عندي اكوام من الاعمال اللي هي ده احترام للجهد الانساني بتاع المؤلف. ومحبش ناس تلعب في النص او في الحوار الا اذا كانت على حق. يعني ساعات اما يكون المؤلف او المخرج واثق في نفسه جدا وموهوب ما يجراش حاجة ان ممثل شاب صغير. انا كنت دايما لساني طويل في الحكاية دي. يا استاذ انت ايه رأيك مثلا؟ يعني يحيى العالمي نور الدمرداش دول من عمالقة الاخراج التلفزيوني. انا ياما اقول لهم ملحوظات على جنب كده فيعجب بيها. ويحيى العالمي الله يرحمه بقى لما حفظته كمخرج وبيعمل القطعات والديكوباش بتاعه بقى ها بيتغريه بحاجات يغير بيها التصوير بتاعه من غير ما اقول له. واذكر في مشهد لا انا فاكر المسلسل ولا معرفش كان له اسمه لا او حاجه زي كده كان مع الهام شاهين وكان هو رجل متدين اللي انا بلعبه. فهي بتناولني كوبايه الشاي فخطت دراعها كده. فانا رحت بس لقيتها كده سرقتها. فراح يحيى قال ستوب وراح مخير وكت على عينيا مع دراعها وانا طالع كده. ده بمناسبه انا اغري الممثل يعمل اغري المخرج انه ازاي يغير حاجات مش فايتاه. وساعات يقول لي عايزك تقوم تقف. اقول له مانيش حاسسها مش ممكن اقوم اقف. ده الحوار هادي وجميل وبتاع ومش عارف ايه. او تقعد هنا. اقول له ده انا متوتر يعني بتعمل ملحوظات بسيطه كده. الفيلم ده حضرتك كان عندك ملاحظات كتير. كنت بتتكلم مع استاذ احمد ازاي؟ يعني العلاقه بينكم في التصوير كانت ازاي؟ هو لا ما دخلناش في الحكايه دي. ما دخلناش لانه الراجل ما هو المخرج هو المؤلف. صحيح. ولما بيكون المؤلف هو المخرج يعني وعجبك النص فانا بيديني ثقه فيه على طول. لان البدايه واضحه من كتاباته. وفعلا انا كنت مستبشر خير قوي بيه وبذلت جهدي برضو زي ما يكون عمل كبير ومحترف واديت له كل ما يستحق الدور من جهدي يعني.